السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. دايما بنشوف كتير من زمايلنا في المرحلة الجامعية، خاصة في كليتنا كلية الطب، بيبقى عندهم موضوع الاضطرابات النفسية، ودايما بتلاقي إن جانب الدراسة مؤثر بشكل كبير جدا على حالتهم النفسية. فطبعا النهاردة معانا مصطفى سامي، زميلنا سنة رابعة، إن شاء الله بقى هتكلم معانا على الموضوع دوت. أول حاجة طبعا بنرحب بك يا ترش. اهلا بك يا ابو بكر. حبيبي، هو ليه الدرش دايما بنشوف مثلا الموضوع دوت؟ يعني ليه اصلا في ناس بيحصل لها اضطرابات نفسيه في الكليه والله يعني؟ الموضوع بيرجع لكذا حاجه. اول حاجه فكره القالب او التمبرمنت بتاع الشخص، اللي هو فطرته كده اصلا عنده استعداديه ان هو يحصل اي حاجه، اي ستريسور او اي مؤثر من بره هيأثر عليه، جميل. فهو عنده قابليه لده. فدي اول نقطه، دي فيها كلام كتير يعني، بس اهم حاجه فكره الشخص اصلا. يعني الناس اللي هي الانكشس او الناس الاريتابل عندهم قابليه ان هو يحصل لهم مشكله، فده طبعه كده. تمام. في حاجه تانية، فكره المرجعيه. يعني ايه مرجعيه؟ احنا مخلوقين ليه اصلا؟ انا شايف ان انا مخلوق ليه؟ لو انا شايف ان هدفي ان انا عايش عشان كليه الطب او عايش عشان الكليه اصلا، مش برجع لحاجه. يعني انا لما بيحصل لي مشكله، ايه المأوى اللي انا برجع له؟ فالمقصد ده احنا كمسلمين، احنا مرجعيتنا ومأوانا وربنا عز وجل والكتاب والسنه. الناس دي لو واحد عنده مشكله في المرجعيه، فغالبا هيبقى في ديفكتيف، ده اللي هو ايه، انا حصل لي مشكله، او انا محوري المذاكره، او انا بذاكر عشان او عايش عشان اذاكر. جميل. دي نقطه المرجعيه. يعني فيها مشاكل كبيره. يعني موضوع المرجعيه ده قد يؤدي ان في، لا في معانا ناس زمايلنا اصلا الموضوع بيفلت منهم لدرجه ان هم والعياذ بالله بيدخلوا في الحياه. لا، فدي حاجة مش بسيطة خالص. فكرة جميل. المرجعية لا، مش مجرد انك مقصر، لا، الموضوع بيزيد معاك. في برضو غير النقطة دي فكرة ربطي السلف ستيم بتاعي بالمذاكرة. يعني ايه سلف ستيم اصلا؟ انا في عندي فرق ما بين حاجتين، في حاجة اسمها سلف ستيم وفي سلف كونفيدنس. سلف ستيم تقديري لذاتي، سلف تمام. كونفيدنس ثقتي بنفسي. الفرق ما بين الكلمتين مع انهم يبانوا شبه بعض، سلف ستيم تقديري لذاتي، هو حاجة، هو خط كده المفروض ما يتهزش مهما حصل. السلف كونفيدنس غالبا بيبقى مرتبط بمهارة او حاجة انا بعرف اعملها، وليكن انا بعرف اسوق كويس فحصل لي حادثة، انا طول ما انا بسوق كويس انا ثقتي بنفسي كويس، اول ما عملت الحادثة ما بقتش بعرف اسوق، فالسلف كونفيدنس عندي بيقل. الناس بقى بتخلط ما بين النقطه دي، خصوصا مثلا الطلبه. انا بربط السلف ستيم بتاعي بكميه المذاكره، انا ذاكرت النهارده فانا ايكوال ان انا حد كويس، او انا ايكوال ان انا انسان. بس انت مش، ده ملوش علاقه، انت لو ما ذاكرتش النهارده فانت انسان وكويس برضو. فلا، ده ملوش علاقه بده. سلف ستيم ده المفروض يبقى خط ما يتهزش مهما حصل. انت كويس، انت ما انتكتش، السلف ستيم بقى ده كويس. السلف كونفيدنس لا، دي حاجه مرتبطه بالمهاره، ودي حاجه بتطلع وتنزل. جميل. تمام. ممكن مشكله تانية، لو هو عنده مشكله او اضطراب ما تعالجش، عنده مشكله نفسيه ما تعالجتش ومهمله، فبالتالي لا، الموضوع بيزيد معاه اكتر، اللي هو انا جميل. مش بحل حاجه. طيب يا درش، احنا دلوقتي ذكرنا الاسباب اللي ممكن تخلي الشخص عرضه ان هو يحصل له الاضطرابات النفسيه. دلوقتي بقى احنا عايزين نتحلى بالاتزان النفسي. ازاي نتحلى بالاتزان النفسي؟ طب جميل. احنا قلنا عشان ببساطه خالص ممكن نعتبر ان الانسان ده عباره عن عربيه، وهو عباره جواه تنكات ومحتاجه تتعب عشان يقدر يمشي في طريق الحياه او في طريق الحياه. جميل. فاول حاجه بالنسبه لنا هي المرجعيه او علاقتك بربنا. جميل. تمام. هو احنا هنقسمها لكذا تنك: علاقتك بربنا، علاقتك بنفسك، علاقتك بالمجتمع او باهلك على حسب اللي انت فيه. فاول حاجه علاقتك بربنا، اللي احنا ذكرناها، اللي هي مشكله المرجعيه في الاول. انت محتاج انك يبقى عندك مرجعيه، يعني ركن شديد تأوي اليه، اللي هو ربنا عز وجل. بالنسبه لنا اي مشكله الواحد بيتعرض لها بيبقى بيرجع لربنا عز وجل، بيبقى عارف ان انا حياتي دي كلها عباره عن خط، اللي هي ايه، مسافه. انا دي رحله ربنا عز وجل سخرني فيها عشان اعمل حاجه. يعني انا عارف ان انا كده هموت، يعني انا هموت، فدي مرجعيتي، اللي هو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مخلوق للعباده. حتى مذاكرتي عباده، كلامي عباده، حتى اللي انت بتعمله معايا ده المفروض انا بتغي بيه وجل عز وجل. فنقطة، أول نقطة، نقطة المرجعية أو علاقتي بربنا. علاقتي بنفسي هيبقى ليها محورين أو كذا، فكرة وعي النفسي وفكرة اللي هو افضي دماغ. يعني ايه وعي نفسي اصلا؟ انا ببقى لو انا مش فاهم نفسي او مش فاهم ايه متطلباتها او ازاي اتعامل معاها، مش هقدر ان انا اسوسها ولا ان انا اتخطى اي مشكله بواجهها. تمام. تمام. وفي نقطه تفضيه الدماغ، كتير مننا مش بيعمل حاجه شبه البرين فومتنج او اللي هي تفريغ المخ. مخنا كل يوم بيتعبى بمدخلات، في ناس كتير مش بتعرف تخرج ده، فانت محتاج تعمل ده بصوره شبه يوميه عشان تقدر تتخطى ده. طبعا. فانا طول ما انا براكم، طول ما انا شايف ان اولوياتي ان لا يا عم النص ساعه اللي انا هقعد اكتب فيها او اتكلم فيها مع حد انا ذاكر فيها، طب انت هتكوم وهتيجي لحد ما تنفجر. تمام. فازاي اعمل برين فوميتنج؟ بحاجه بسيطه، هي البرين فوميتنج عباره عن ايه اصلا؟ انا ببتدي بكتب كل الافكار اللي بتخطر على بالي بدون اي ترتيب ولا 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 شك، من غير تنظيم خالص. تمام. وببتدي اسرد 1 2 3، انا متضايق من كذا، او ممكن اكتبها بصوره
او ممكن اقولها في فويس او ممكن احكي لحد، بس الافضل انك تطلع ده الاول، وبعد كده انت هتبقى قدامك المشكله والحل في نفس الجمله. جميل. خلاص انت بس ده هيقلل اللود على مخك. فالبرين فوميتنج حاجه اساسيه، اللي هو انا محتاج كل يوم ده، اصلا هيزود من الكواليتي بتاعه تفكيرك وبتاعه نومك، لان انت شايل الحمل مش بتاعك اصلا. او زي ما بيقول الدكتور عبد الرحمن بكر الهاشمي، قفل ملفاتك، انت محتاج تقفل ملفاتك كل يوم، سواء مع الاشخاص او مع الناس. تمام. فدي نقطه البرين فوميتنج. الوعي النفسي اللي هي انا عارف ان انا النفس دي حاجه هعتبرها حاجه مش عاقله، وانها عباره عن طفل صغير ربنا مأمرني عليه، فانا محتاج ان انا، لا انا مش هتعامل معاه بالصوره اللي هو اللي هو عايزه امشي وراه، لا هو طفل. يعني انت خلي دايما نظره ده طفل صغير، هو ليه احتياجات معينه، محتاج اقصو عليه شويه، محتاج ان انا اسايسه شويه، محتاج ان انا ارفع عنه شويه. وده بيدخل في نقطه الترفيه. انا لو ما رفعتش عن الطفل ده، هو مش هياخد منه حاجه. وفي نفس الوقت لو اديت له مدخلات كتير، هو مش هيستوعب كل ده. فتعامل يعني ابقى عندي وعي نفسي. في حاجه، في كورسات كتيره وفي حاجات كتير بتتكلم فكره يعني ايه نفس اصلا، بيزك سايكولوجي، اللي هو مش بقى مرض ولا لا، اساساتك انت. وننصح من دكتور عبد الرحمن زاكر طبعا. في دكتور عبد الرحمن زاكر، في كتب بسيطه خالص بتتكلم عن اي كتاب بيتكلم عن اساس السايكولوجي او فهمك لنفسيتك. في دوره للمهندس ايمن برضو جميله جدا، اسمها اللي هي دوره في اللي هو اساس تاسيس علم النفس، كويسه جدا. انت محتاج بس تفهم يعني ايه نفس وازاي تتعامل معاها بشكل بسيط خالص. وفي حاجات يعني ربنا عز وجل ذكرها، اللي هو على الاقل تعرف يعني ايه درجات النفس، نفس اللي هي 7 درجات. انا محتاجه اعرف الحاجات اللي هي لا يسعني جهله، فكره ان دلوقتي، طب هي دلوقتي هي امر بالسوء، ولا هي دلوقتي مطمئنه، ولا هي راضيه، ولا هي مرضية. محتاج اعرف ده عشان اعرف اتعامل من المنطلق ده. وبعد كده انا لو عندي مشكله او اضطراب اصلا، محتاج ان انا اعالجه. تمام. كتير بنواجه المشكله دي. في كان تقسيمه الدكتور محمد طه كان ذكرها للامراض النفسيه، في قال في حاجات ناس يعني ذكر بمعدل في اكتر من حاجه، و80% من الاشخاص بيعانوا من اضطرابات الفئه الوسطى، اللي هي بيسموها في السايكاتري اللي هو كذا برو ديس اوردرز، زي الاوبسيسيف ريليتد ديس اوردرز والانكزايتيز والسيكشوال ديس اوردرز. الحاجات دي كلها هي حاجات مش ابيرنت في المجتمع، حاجات مش حدش ياخد باله منها غير الناس المتخصصه. ده بتبقى شائعه جدا في الناس اللي الستريس عليها كبير، خصوصا هنا في الكليات اللي الطلبه بتبقى ربط حياتها بالمذاكره، وخصوصا كليات الطب والصيدله اللي هم معظم الوقت بيذاكروا، فما عندهمش فرصه انهم يعبروا عن ذاتهم ولا رغباتهم، وفي نفس الوقت بيدفنوا نفسهم وهواياتهم في النقطه دي. لا، فانا محتاج ان انا اعرف انت لو عندك مشكله محتاج تعالج، لان ده هيعيقك في حياتك، واصلا هيرد على مرجعيتك، وهيرد على نفسيتك، وهيرد على انتاجك. ما تفتكرش ان انت لو ذاكرت وانتجت مش هتنتج في الاخر بالصوره اللي انت متمنيها. وبرده كلامي ما يقولش ان انا اهتم بصحتي النفسيه واهتم واهمل مذاكرتي، ولا العكس طبعا. يعني مش عايش طول اليوم مذاكر ونفسي دي مش مهمه، ولا العكس برده، عشان ما نحطش حد على الدنيا تبوظ منه. وده بياخدنا برده النصيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان نصحها لسيدنا عبد الله بن عمر، مراته كانت اشتكت ان هو يعني سيدنا عبد الله بيقوم الليل، ويعني هو اصلا سايب اهله زي كده يعني. فنبي صلى الله عليه وسلم وصى وصيه جميله جدا، اللي هو ايه اللي انت بتتكلم فيها ده، هو الاتزان. ان هو ان لاهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا. طبعا ذكر منه كذا حق، والفكره كلها ان هو قال له ايه، فاعطي كل ذي حق حقه. كل حاجه هي محتاجه، وزي ما انت قلت، ودي وصيه سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني اللي هو دي حاجه موجوده عندنا وثابته، يعني احنا مش حاجه جديده. فهمني؟ بس فتحب بقى اضيف حاجه في النهايه ولا ايه؟ هي برضو نفس الجمله برضو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكره ان هي مفيش حاجه بتيجي بالسهل. يعني انت عشان تتعلم حاجه مش تيجي بالسهل. النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. جميل. انا عايز اتزن، هعمل نفسي متزن. حتى في الغرب بيقول لك فيك تو ميك ات، هعمل نفسي متزن، هعمل نفسي برفع عن نفسي. يعني انا النهارده مثلا انا شخص ما بعرفش ارفع عن نفسي، او ما بعرفش اعمل برين فوميتنج. يعني في ناس تقول لك يا عم انا ما بعرفش اكتب. تمام، امسك ورقه وقلم وحاول تكتب، امسك فويس وابتدي سجل. انت محتاج تعمل ده عشان حاول تمثل ده. مع الوقت هيبقى بالنسبه لك الموضوع سهل. في ناس كتيره يعني في احصائيات كامله عن الجورنالينج او عن كتابه اليوميات او دي كلها بتصب فكره البرين فوميتنج، او في فكره ان انا هعمل اي مهاره، هتعلم اي حاجه. فانا محتاج اللي هو اتدرب عليها بشكل متقن وما استعجلش. شهر 2-3 ايه المشكله، بس هبقى اكسبت نفسي، وبالتالي هبقى اكسبت علاقتي بربنا عز وجل، اللي هي المرجعيه والهدف بتاع كل حاجه اصلا. بس